حياكم الله. على امتداد سنوات ماضية تصل لنصف قرن تقريبا، كانت جريمة الاختفاء القسري شاهدا على ممارسات النظام المباد الذي غيب العديد والعديد من أفراد الشعب العراقي، سواء في السجون السرية أو المقابر الجماعية، لكل من يشهر الرفض والعداء للسلطات آنذاك، واتصالا بجرائم داعش الإرهابي وريث فكر حزب البعث، والذي توغل أيضا في هذه الممارسات وعلى جميع المكونات. وما تلا هذه المدة كان هذا الملف عرضة للمتاجرة وبضاعة ذهبية في سوق السياسة السوداء، ولإيجاد حلول تشريعية تضع الحد للجريمة ومنعا للمزايدة، أرسلت الحكومة الحالية قانون مكافحة الاختفاء القسري إلى البرلمان بعد أن نسجت خيوطه الرئيسة بالتعاون مع المنظمات الأممية. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة في حصادنا لهذه الليلة، وفي صلة وثيقة بمحورنا الأول، فأن المغيبين وظروف مرحلة التحرير السابقة أشعلت جدلا مترامي الأطراف، فبين كتلة النصر وتقدم خطاب متشنج بعد الحرب الكلامية التي امتدت للكتل النيابية ووصلت حد الزعامات السياسية. الإطار التنسيقي تدخل على خط الأزمة مستنكرا التصريحات التي تمس أحد قياداته رئيس الوزراء الأسبق، ورافضا لمحاولات قلب الحقائق الثابتة التي برهنها الواقع لا حديث المواقع. هذين الملفين راح نفتحهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام. تفضل البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف. ارحب بضيفي الكريم السيد النائب زهير الفتلاوي، عضو لجنه حقوق الانسان البرلمانيه. حياكم الله سياده النائب ضيفا كريما. نبدا من قانون مكافحه الاخفاء القسري، يعني عندما وصل الى مجلس النواب بعد ان احالته الحكومه، اين وصل في اي درج من ادراج مجلس النواب؟ نعم، شكرا استاذ احمد، شكرا على الاستضافه وعلى القناه. حقيقه قانون الإخفاء القسري وصل إلى مجلس النواب متأخر في شهر آب، قدم إلى اللجنة وحاليا تم رفعه إلى رئاسة المجلس لغرض عرضه للقراءة الأولى. يعني حقيقة العراق مر بفترات مظلمة وفترات مأساوية، الإخفاء كان السمة البارزة في كل الحروب الطاحنة. أي بلد يتعرض إلى حروب لازم يتعرض إلى يعني إخفاء، بين قتل بين جريمة بين أعداد، حقيقة أعداد مهولة من المختفين قسريا، وخاصة في النظام البائد وفي حرب داعش الأخيرة. أيضا عندنا إحنا ثلاث فترات يعني عانى منها العراق بالاختفاء، من 68 لغاية 2003 عندنا مختفين قسرا، ايضا من 2003 ل 2014، ايضا من 2014 الى 2019 2020 عندنا مختفين قسرا. طيب
الصيغة المرسلة من مجلس الوزراء شلون راح تمرر داخل مجلس النواب وتحديدا داخل لجنتكم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، كما هي راح تمرر لو تكون هنالك تعديلات طفيفة أو تخضع لمراجعة شاملة حسب ما ترتئيه اللجنة؟ نعم أكيد طبعا لجنة حقوق الإنسان التقت بلجنة الإخفاء القسري الدولية وعدها نظرة في يعني هذا القانون تعدل على القانون، بالإضافة إلى اللجان الساندة اللي هي اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع. طبعا لجنة حقوق الإنسان هي لجنة رئيسية، تبقى اللجان الساندة عندنا اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع. أكيد من راح ينقرأ القانون قراءة أولى وينعرض على السادة النواب راح يكون أكو به تعديلات. طيب هنا نتحدث عن شلون عرف هذا القانون الاختفاء القسري، يعني هل هو اختفاء، هل هو إخفاء، هل هم مفقودين، هل هم مغيبين؟ بالتالي لكل يعني مصطلح لديه مفهوم. نعم. أو له تأويلات. نتحدث عن زمن النظام المباد ولحد يومنا هذا، بل أصبحت هذه الورقة هي ورقة سياسية بيد بعض الأحزاب. نعم أكيد إحنا عندنا يعني خلينا نقول الإنسان عندنا قيمة عليا. نعم. بالمجتمع، يعني إحنا نرجو بتطبيق هذا القانون بأن ما يستخدم كورقة انتخابية. نعم. آنية، بالعكس احنا نريد نحقق العدالة الاجتماعية بمجتمعنا ونطبق هذا القانون، لان اكو عوائل ضررت من هذا الموضوع. يعني عوائل كثيرة تروح تراجع على ابنائها مغيبين، عندنا بالحرب العراقية الإيرانية مغيبين، عندنا في داعش، يعني فترات مظلمة مر بها العراق بهذا يعني بهذا الملف، يخوض بهذا الملف. نعم. طيب هاي التشعبات وكثرة التسميات سيادة النائب، شنو احتمالاتها؟ راح تعقد من سهولة تمرير القانون لما أنه قانون واضح وحضرتك تتفضل بإمكانية قراءة قراءة أولى وتبقى قراءة ثانية وإقرارة، هذه التشعبات راح تعقد تمريره؟ وارد جدا أن ما تتفق عليه الأطراف هي صيغ محددة ولا تريد أن تذهب إلى صيغ أخرى كي لا تؤول بشكل آخر. يعني حقيقة احنا تناقشنا به باللجنة في لجنة حقوق الإنسان، الصيغة اللي اجى حاليا به من الحكومة هي صيغة جيدة. طيب. صيغة منصفة لحد ما، صيغة منصفة لعوائل الضحايا. احنا نفترض هذا يعني اللي تعرض للإخفاء القسري، طبعا اكو فرق بين الإخفاء والاختفاء. نعم. مثل ما تعرف يعني الإخفاء هو اللي انخفى قسريا، يعني الإخفاء القسري. نعم. يعني مو بإرادته هذا الرجل تعرض ل شبيه بالفرق بين المفقودين والمغيبين. نعم نعم. فإحنا أقلها ننصف عوائل. طيب. هذه عوائل، يعني عوائل الضحايا تحتاج إلى أنصاف. نعم. لحد الآن العوائل تراجع إلى مؤسسات الدولة، إلى الوزارات، ما تلقي فد شيء عن أبنائها. إحنا نحتاج إلى تعاون كامل بين مؤسسات الدولة. طيب. أيضا هو القانون ربط يعني هذا الملف في الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان. نعم. يعني يكون قسم ضمن حقوق الإنسان. المفوضيات في المحافظات مطلوب من عندها أن تجمع. نعم. ملفات المغيبين قصرا في كل المحافظات. طبعا. نعم. احنا عندنا مغيبين لأسباب ما. طيب. نعم. هاي الأعداد يعني هل وردت ضمن إحصائية بالنسب والأرقام لعدد المغيبين في العراق؟ عندنا سجل مركزي له هذه الأعداد تتحدث عنها حضرتك؟ هي مجرد يعني تصريحات من عدة وزارات أو عدة جهات كما تفضلت. نعم يعني بالضبط احنا يعني ما عندنا فد رقم محدد للمختفين قسريا أو للي يعني بهذه الملف، ماكو فد رقم محدد، لأن المصادر اللي موجودة عندنا يعني كل وزارة عندها مصدر بالاختفاء. نعم. زين، غير اللي مبلغين عن موضوعة الإخفاء، فيعني الأرقام متضاربة حقيقة. يعني مو احنا عندنا سيادة النائب يعني بعض السادة النواب اللي نوهت حضرتك انه يشتغلون على هذا الملف سياسيا. نعم. في الدعاية الانتخابية. نعم. او في استمالة الجمهور يعطون نسب وأرقام. نعم. منظمات دولية ايضا تعطي أرقام، وايضا الجهات المحلية والمؤسسات ذات القطاع المتخصص او القطاعات المتخصصة بهذا الجانب ايضا تعطي أرقام. بالنتيجة المتلقي أو المواطن إذا ما ردنا نسوي إحصائية على أي نسب وأي أرقام نعتمد؟ يعني حقيقة ماكو أي أرقام حقيقية لهذا الملف، لا يمكن إعطاء
رقم محدد بنسبة المختفين قسريا. يعني أنت أخذ على سبيل المثال الحرب العراقية الإيرانية، نعم، من الـ80 لغاية الـ88 عوائل لحد الآن يعني تدعي اختفاء أولاده. زين، ما تعرف يعني هو أسير في إيران، هو مختفي، هو يعني تدري ظروف الحرب كانت قاسية وراء 2003، بعدين صارت عندنا ظروف الحرب الأمريكية على العراق أيضا صار بها إخفاء، إنه بتجي داعش يعني المقابر الجماعية اللي لحد الآن أكو مقابر ما انفتحت بسبب التخصيصات المالية أيضا يعني منظمات المجتمع المدني تعرف هذا الشيء. نعم، طيب، يعني هذه الفئات اللي تفضل بها حضرتك، أكو جهات تشتغل على كل هذه الفئات لما أكو مغيبين يعني من قبل النظام السابق ومغيبين في حتى قبل هذا النظام السابق لو رجعنا إلى فترة السبعينات، وأكو أيضا مغيبين بعد عام 2003، بل حتى في دخول داعش كان هنالك مغيبين. يعني حضرتك تتحدث حتى موضوع المقابر الجماعية فهي فيها عدة مراحل، هنا أكو جهات متخصصة تشتغل على كل مرحلة من هذه المراحل وتعرف عدد المغيبين سواء في المقابر أو غيرها. نعم، هو بإقرار القانون، يعني أنت من تقر قانون، نعم، لمؤسسة ما راح تقدر تتوجه. يعني إحنا اليوم نريد نقر قانون الإخفاء القسري، نعم، نربطه بالمفوضية، مفوضية حقوق الإنسان، يكون كقسم في مفوضية حقوق الإنسان، تبدي تجمع ملفات المغيبين والمسجلين لدى دوائر الشرطة، لدى وزارة الداخلية، ايش قد عندنا أعداد، نبدي حقيقة نشتغل عليهم. زين، نشتغل على هذا الملف حتى نحصر عدد يعني العدد الحقيقي لهذا. اكو ادعاءات، طبعا هناك ادعاءات يقول لك اني مثلا ابني مختفي، هو يجوز ما مختفي. زين، تعرف هذه بعدين عوائل الضحايا تحتاج انت تنصف عوائل الضحايا، يعني تخصص لهم مبلغ يطلع لهم فد، فبهذا لازم تحتاج الى يعني حتى تتدخل يعني دول بهذه. زين، منظمات مجتمع مدني، ايضا منظمه حقوق الانسان العالميه، ايضا منظمه الاخفاء القسري ايضا في الامم المتحده، احنا التقينا بها في لجنه حقوق الانسان حقيقه. فنعم، طيب، نتحدث الآن أيضا لما تحيل جنابك الموضوع محليا إلى المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان. نعم. المفوضية حاليا هي موظفين، ولكن لا يوجد مجلس مفوضين ولا رئيس المفوضية. تأخير تشكيل هذه المفوضية هل سيؤخر من إقرار هذا القانون أو على أقل تقدير يؤخر من تطبيقه أو تنفيذه؟ نعم، يعني القانون اللي إجا من الحكومة هو حدد قسم الإخفاء القسري في مفوضية حقوق الإنسان. قد يكون للمجلس رؤية ثانية، يعني قد يعني احنا اني احتاج اليوم الى وزارة تنفيذية حتى اني تنفيذ، يعني تعرف يعني حقوق الانسان، مفوضية حقوق الانسان هي مفوضية مستقلة، فاني من احتاج الى اداة تنفيذ احتاج الى وزارة مثل وزارة العدل، وزارة الداخلية. كانت وزارة حقوق الانسان، نعم، وادمجت مع وزارة العدل. بالضبط، ادمجت مع وزارة العدل، فاني احتاج الى جهة تتبنى هذا الملف بكل شفافيه، يعني زين، فتبقى النقاشات بين اللجان، لجنه القانونيه الامن والدفاع، وايضا اللجنه الرئيسيه اللي هي لجنه حقوق الانسان، لازم يكون اكو نقاش بين هذه اللجان، وايضا تحت قبه البرلمان عندما ينقر قراءه اولى بذاك الوقت اني اقدر احدد. يعني لم تكن القضية مختصرة في التداول بها على لجنة حقوق الإنسان مثل ما تفضل جنابك. نعم. بهيك حالة كم لجنة نحتاج، والمدة الزمنية اللي نحتاجها أو تحتاجها هذه اللجان لداخل مجلس النواب، ومن ثم يقرأ هذا المشروع قراءة أولى ومن ثم ثانية ويتم وبعدها يتم التصويت عليه، إيش قد نحتاج من وقت سيادة؟ نعم، عادة أي قانون، أي مشروع قانون يجي للبرلمان تكون اكو لجنه رئيسيه، نعم، وتكون اكو لجان سانده. احسن، طبعا لجنه حقوق الانسان هي اللجنه الرئيسيه في هذا القانون، تجي ويا لجنه القانونيه، اللجنه القانونيه، نعم، ولجنه الامن والدفاع، هذه لجان سانده. من ينقر قراءه اولى بعدين يصير نقاش عليه من، نعم، من البرلمان كله، من اعضاء البرلمان يصير مداخلات،
تصير عليه توافقات أيضا ينقرأ قراءة ثانية ويقر. يعني تحتاج إلى أيضا يعني توافقات سياسية. وندعو أن ما تكون ورقة انتخابية، أنا أرجع وأقول يعني ما تكون ورقة مساومة انتخابية. هذا الملف، هذا الملف مهم، هذا الملف يعني ينصف عوائل الضحايا، ينصف الناس الضحايا اللي راحت بالعراق. أنا أحتاج أنا اليوم أشرع مثل هيك قانون. طيب يعني أكو عندنا توزيع ديموغرافي تقريبا لعوائل المغيبين، إذا ما تحدثت حضرتك أنه عن قضية المساومة السياسية أو استخدام هذا الموضوع كورقة انتخابية. نتحدث عن بعض المحافظات، هل هنالك محافظات تشتغل على هذا الموضوع دون أخرى؟ يعني حقيقة كل محافظات العراق هي عانت ما عانت من الاختفاء القسري. إذا نقسم العراق على فترات زمنية ثلاثة، يعني الحرب العراقية الإيرانية عانى كل العراق من المغيبين ولحد الآن. نرجع بالألفين وثلاثة عانت مناطق يعني الغربية، عانت من داعش وما سوت به داعش يعني بالموصل، الأيزيديين، هذه الفئات اللي بالعراق. نرجع بالألفين وأربعتعش أيضا صارت يعني الضحايا اللي تنظيم القاعدة أيضا. يعني كل محافظات العراق تقريبا هي مشمولة بهذا الملف. طيب نتحدث سيادة النائب عن الدعم الدولي بهذه القضية، هل هنالك جهات دولية، منظمات دولية، بلدان بعينها تدعم هكذا ملف؟ وإذا موجودة شنو طبيعة هذا الدعم؟ نعم، يعني لحد الآن أي دعم باتجاه هذا الملف ما حصل، يعني فقط يعني دعم لوجستي، فقط اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني وأيضا مع المنظمات الدولية في لجنة حقوق الإنسان حتى احنا نقر هذا القانون. طيب التشريع القانوني والقراءات المنتظرة لقانون مكافحة الإخفاء القسري برأيك شو راح تكون؟ راح تكون قادر على إعطاء الموضوع حيز تنفيذ قانوني واسع لو أكو حدود لربما تتبع فيها اللجان البرلمانية، تتبع فيها المهنية، ولكن قد يخرج أيضا إلى مساحة الاستثمار السياسي، وهذا ما يؤشر الخبراء من التخوف منه. يعني إحنا مقبلين على مجال استخبارات محافظات، وبعدها بأشهر قليلة لربما ستكون هنالك انتخابات مبكرة، فإذا الموضوع استثمار سياسي بحت يعني كما يشير بعض طبعا المراقبين. نعم حقيقة هو يعني أنا نوهت بالبداية، هو إجا للبرلمان متأخر في شهر 8. العراق وقع اتفاقية عام 2010 بالنسبة لوثيقة حقوق الإنسان بالإخفاء القسري، وقعها بال 2010. القانون وصل للبرلمان يعني قبل شهر وصل للبرلمان، وحاليا في لجنة حقوق الإنسان وتم رفعه إلى رئاسة المجلس. طيب استخدامه كورقة يعني كورقة ضغط انتخابية احنا هذا اللي ما نرغب به حقيقة، لان قلت لك احنا ايضا عندنا يعني احنا عدالة القضاء، نؤمن بعدالة القضاء ونؤمن بان القضاء اذا تدخل بهذا الملف راح يكون الملف حاسم وعادل. طيب اكو عندنا قوانين تمنع استخدام الدعاية الانتخابية لهكذا موضوعات، يعني نتذكر في الانتخابات الماضية 21 كان يعني ملف من هيئة الإعلام والاتصالات يحافظ على شخصية المرأة المرشحة من جهة، وأيضا بعض الفئات الأيزيديات وغيرها لم تكن هنالك سماحية من قبل القضاء ومن قبل هيئة الإعلام والاتصالات لاستخدام هذه الموضوعات في الدعاية الانتخابية، هل هنالك سيكون ضغطا برلمانيا على المفوضية على الجهات المختصة بأن لا تستخدم هكذا موضوعات في الدعاية الانتخابية؟ نعم، مع الأسف يعني احنا نشاهد قبل كل انتخابات تبدي هذه الملفات تبرز للساحة، ورا ما تخلص الانتخابات هذه الملفات تختفي من الساحة. احنا هذا الشيء اللي ما نريده بالبرلمان حقيقة. اليوم عندنا الإنسان قيمة عليا بالمجتمع، احنا نحاول نشرع له قانون يخدمه. ما أنا علاقة أجي قبل الانتخابات تظهر هذه الملفات أيضا على الساحة وبعدها تختفي، أنا كورقة ضغط. احنا نسعى بالبرلمان وفي لجان البرلمان
إلى أنضاج القوانين وتشريعها حفاظا على المجتمع العراقي. يؤخذ بنظر الاعتبار سرعة إنجاز هذه القوانين قبل أن تكون في مساحة الدعاية الانتخابية؟ يعني إحنا السرعة في البرلمان، سرعة تشريع القانون، قد يعني هواي جوانب إحنا نغفل عن هواي جوانب. السرعة أبد مو صحيحة في تشريع القانون، هذا القانون راح يبقى لأجيال، ربما ما نقدر إحنا نعدل القانون. تشريع القانون أسهل من تعديل القانون إذا الشرع طبعا. زين، نتمنى لحضرتك كل التوفيق، وبالفعل هو موضوع مهم، ولكن عندما يكون في مساراته الصحيحة وإنصاف هذه العوائل التي تضررت من فقد ذويها. أشكرك شكرا جزيلا سيد النائب زهير فتلاوي، عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ضيفا كريما في الأستوديو. ونتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مشاهدي الأحبة، بهذا الملف ورحب بضيفي الكريمين الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر، حياك الله دكتور سلام ضيفا كريما، أهلا مرحبا بحضرتك، وكذلك ورحب بالأستاذ سعد الجبوري القيادي في كتلة التقدم يحدثنا عبر سكايب منينا، وحياكم الله ضيوفا كرام. دكتور سلام، بيان تقدم نتحدث عن صوابية ما ورد فيه، أو بالأحرى شلون يقرأ من قبل النصر، يعني من حيث الزمان على مسافة زمنية قريبة من الانتخابات، التصريحات بعد 5 سنوات من مرحلة التحرير، هذا أيضا دالة أخرى. تذكر يعني حضرتك أنه المعاناة لما ترد في هكذا تصريحات يعني أصبحت في أثر رجعي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأكارم ولضيفك الكريم. حياكم أستاذ أحمد. بكل تأكيد، شوف اليوم العملية السياسية بالعراق يعني للأسف يعني كل المراحل اللي مرت فيها ما صارت خبرة لدى الكتل السياسية في كيفية إدارة الدولة بواقعية سياسية حقيقية. للأسف الحرب التصريحات أحيانا تنعكس على الاستقرار، يعني كل ما البلد يتقدم، كل ما العملية السياسية تتقدم إلى الأمام، تكون هناك تصريحات تؤثر بشكل سلبي على دعم الحكومة، دعم البرلمان، دعم القوى السياسية. فبالتالي البعض يريد أن يسخر بعض التصريحات أو العبارات ويستخدمها من أجل يعني تخادم سياسي، يعني ممكن دعاية انتخابية، كسب جمهور معين.
هذا بصراحة يجب أن يكون يعني بالمرحلة الحالية غير موجود، لأن اليوم أنت شريك بالعمل السياسي، الكل يخطأ، الكل عليه أن يراجع حساباته من أجل تصحيح الأخطاء، دعم الحكومة، بناء عملية سياسية حقيقية. ما ورد من تصريح للسيد النائب، طبعا احنا نقول السيد النائب لأن نحترم لغة الخطاب، رغم أنه هو تهجم بكلمات غير مقبولة، كلمات لا تصدر من نائب على الدكتور العبادي في قناة تلفزيونية، كان الأجدر منه أنه هو نائب بالبرلمان العراقي ينتقد من حقه، لكن أن يتهجم ويحرف الحقائق وبصراحة يستخدم بعض العبارات الغير لائقة في ضرب شخصية معروفة، شخصية قدمت للعراق الشيء الكثير وكان هو أحد الرموز في تحرير العراق من دنس إرهاب داعش. بالتالي لحق هذا التصريح بعد أن طلع الإطار بيان بصراحة فند ما ذكر السيد النائب، وقال أنه فيه كثير من التخرصات والتدليس وتحريف الحقائق، وفيه كثير من الافتراءات والاتهامات الغير مقبولة، وبالتالي الإطار تحدث نيابة عن الدكتور حيدر العبادي ونيابة عن النصر. الرد كان بصراحة من كتلة تقدم رد صادم، على اعتبار أنه شخصاً الأمور وبدأ يعيدنا إلى نقاط يعني سبق وأن عبرناها. طيب. كان الأجدر بتحالف تقدم ونكلهم كل الاحترام والتقدير كشركاء بالعمل السياسي أن يكون البيان أكثر كياسة، وكان من المفترض أن يعتذروا نيابة عن ما تلفظ به النائب من كلام بحق الدكتور العبادي، على اعتبار اليوم الإساءة لأي شخص من الأشخاص إذا كان رئيس البرلمان أو رئيس وزراء سابق غير مقبول بالعملية السياسية. لذلك نوجه عتبنا على الأخوة في الكتلة النيابية تقدم بإثارة مرة أخرى إثارة النعرات الطائفية والخلافات السياسية اللي ما تخدم أي شخص بالعملية السياسية ولا تخدم العراق بالمستقبل. أستاذ سعد الجبوري حياك الله مجددا. دكتور سلام الزبيدي يعتب على جنابكم بقضية أنه ليش تقدم استفز لهذه الدرجة اللي ممكن أن تكون غير مسبوقة في تاريخ السياسي من تصريحات الدكتور العبادي، يعني الأمر وصل حد التهديد بالمحاكم الدولية. حياك الله أخي العزيز، تحياتي لك وضيفك العزيز. حياكم الله. حقيقة بالنسبة للسيد العبادي هو رجل محط احترام لدى الجميع، وهو رجل له مواقف في عمليات التحرير وعمليات فرض القانون، ونقدر نقول من أفضل رؤساء الوزراء اللي حكموا العراق بعد 2003، وهذا الشيء يشهد له الجميع. أما فيما يخص بعض الآراء التي تطرح، يعني خلينا نقول على العجالة، أو يعني من شخص من شخصية محترمة مثل الشخص هيبة الحلبوسي، لكن حقيقة احنا تفاجأنا بهذه التصريحات. نعم، حتى لو كان هناك عتب على السيد العبادي يكون عتب محب، عتب ضمن الأسلوب والأشياء التي هي ممكن أن تحدث بين المقربين لنا. وحقيقة السيد العبادي هو رجل يعني قائمة النصر من القوائم اللي هي قريبة على تقدم وقريبة علينا، خصوصا في نينوى يعني تحديد. أما عتبنا على السيد العبادي في تصريحاته، يعني حقيقة نتمنى أنه نتجاوز يعني موضوع التسقيط السياسي من في كل مرحلة نصل بها إلى الانتخابات. الانتخابات يعني نتمنى أن تكون يعني هي محطات لجمع السياسيين لا للتفرقة. احنا اليوم اذا نعمل من اجل مصلحة البلد ومن اجل مصلحة العراق، علينا ان نجمع كل الشخصيات الوطنية، الشخصيات التي قدمت شيء لهذا البلد. وهناك نقاط قريبة جدا بين السيد الرئيس الحلبوسي والسيد الرئيس العبادي، وكانت الفترة الذهبية اللي هم كانوا يعني يعملون سوا شركاء عمل يعني في منهج حكومي بين معالم وضوحة في تلك الفترة. فحقيقة احنا بالنسبة للسيد العبادي رجل محط احترام لنا، يعني
تصير آراء. نعم مثل ما تفضل زميلنا وأخونا يعني نعكس هذا ما تفضلت به دكتور سلام، يعني الانتماء لداعش لا يعني التجريم أو ملف المغيبين، يعني هذه النقاط هي سبب خلاف دكتور، سبب خلاف الرئيس أم هناك نيات مبيتة لمن قاد تلك المرحلة العصيبة والسابقة من تاريخ العراق؟ يعني أستاذ أحمد تعرف أنه هذا التصريح هو ما كان يعني مختار الدكتور العبادي وقت لإظهاره، وبعدين هو مو جديد، يعني هذا موقف قديم، هو استضافته أحد القنوات الفضائية وسأل أحد مقدمي البرامج عن محور معين يخص ورقة الاتفاق السياسي ولماذا لم توقع عليه، أجابه بمنتهى الشفافية والوضوح، قال أنه إحنا موقفنا قديم، لم نوقع على تحالف إدارة الدولة والورقة السياسية الاعتراف ما على عدة نقاط، من ضمن هذه النقاط أشر على موضوع العفو العام، التعويضات اللي تشمل المغيبين والمفقودين، وكذلك يعني المساءلة والعدالة وعدة نقاط احنا معترضين عليها، وهذا موقف معلن سابقا ومصرح به الدكتور، وايضا نحن كمتحدثين صرحنا به في اكثر من مرة. اذا هو ماكو شيء جديد، لكن الموضوع اثير بالاعلام وسخرت بعض العبارات اللي طلقها الدكتور العبادي من اجل يعني بصراحة اجندات قد تكون واضحة للجميع، بها ضرب سياسي، بها سياسة ضرب الخصوم، هذه معروفة. أنا أريد أوضح هاي النقطة. الدكتور حيدر العبادي بصراحة كان لا يقصد جهة معينة أو خيانة معينة، يقصد أنه أكو اتفاق سياسي حصل أحرج الحكومة حاليا، أنه هذا الاتفاق السياسي أكو نصوص بها كلام فضفاض بمطاطية، فبالتالي أنه من تشمل تعويضات لضحايا الإرهاب، يعني لازم تصنفهم، لازم يكون منه ضحايا الإرهاب، بالتالي هو قال أنه يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات. أنا عندي إحصائية في زمنه، هو الدكتور العبادي قال عندي إحصائية أنه جمعنا تقريبا 50-60% هناك من المغيبين والمفقودين، قسم كبير من عندهم ينتمي إلى عوائل داعش، فبالتالي يجب أن ننصف المظلومين الحقيقيين المغيبين الحقيقيين. احنا ما نقول ماكو مغيبين، اكو مظلومين واكو مغيبين واكو مفقودين، يجب ان ننصفهم بعداله، ونترك هذا الامر ليس الاتفاق السياسي، نتركه للجهات المعنيه، اذا كانت جهات قضائيه او جهات قانونيه او لجنه النزاهه او البرلمان العراقي، هو معني بتمرير هذه القوانين وهذه الاتفاقيه، لذلك كان ينبه انه اذا مرت الاتفاقيه بصياغها الحاليه ممكن أن تشكل خطورة، وبالتالي تكون على حساب دماء الشهداء. اليوم ما ممكن أن اليوم أعوض أي شخص أمام تضحيات أعطتها شهداء ودماء وكثير من التي تضرروا في محافظاتنا الغربية قبل محافظاتنا الأخرى الجنوبية أو الوسط. فبالتالي الدكتور حيدر العبادي لم يقصد أنه يريد يضرب جهة أو يريد يأكل حق المغيبين أو المفقودين، وإنما يريد أن ينصف هذه الشرائح من خلال آليات دستورية وقانونية بدون الضغط على الحكومة التي أحرجت أيضا في اتفاقية أخرى ضمن الشروط الاتفاقية والورقة السياسية مع المكون الكردي، وقبل أيام حصلت أزمة كبيرة في كركوك بسبب هذا الاتفاق السياسي. لذلك كان ينبه ويتحدث بواقعية سياسية أنه يجب أن نتدارك الأمر، ويجب أن يعاد صياغة هذه الاتفاقية وفق المصالح العليا وليس المصالح الخاصة. للأسف بعض القوى السياسية البعض تريد أن تستثمر ملف المغيبين والمفقودين من أجل دعاية انتخابية وكسب سياسي، وهذا لا نقبل به ولا يقبل به أي عراقي يريد أن ينهض ببلده ويريد أن يقدم إصلاحات لهذا البلد. الأستاذ سعدي، يعني بعض المراقبين والمهتمين بهذا الشأن يشوف بأنه كتلة تقدم بدل الاعتذار عن تصريحات رئيس كتلتها النيابية هيبة الحلبوسي ذهبت لأوسع من ذلك، واعتقدت أن هنالك مجال واسع لروح الانتقام لكل من شارك في معارك التحرير من داعش. ما هي وجهة نظرك بهذا الطرح؟ يعني حقيقة العزيز ما تفضلت، احنا بالنسبة يعني موضوع يخص الاتفاقيات، ما من الممكن اليوم احنا مناطقنا اللي تحررت وقدمنا شهداء وقدمنا تضحيات اعتبر يعني تسقيط سياسي، عندنا ضحايا، عندنا متضررين من العمليات الحربية، عندنا
يعني ملفات كثيره ما انحلت، ويطلع السيد العبادي او تطلع جهه تقول انه الاتفاق على انه اعتبار قتل داعش الشهداء او اعتبار يعني مثل ما صار التصريح بهذا الجانب وهذه الاتفاقيات، يعني احنا نطالب بحقوق اهلنا، نطالب بحقوق شهدائنا، نروح نرجع نطالب بهاي الشيء مسائل. احنا نعم نريد انه بالنسبه لموضوع الابرياء صارت هناك يعني في هذا الملف صار اكو ظلم الى بعض الناس اللي انظلموا بتهمه داعش. احنا مو احنا نعوف الشهداء، حقوق شهدائنا، حقوق الضحايا اللي صارت خلال عمليات التحرير، ونتهم انه احنا نطالب ونثبت حقوق داعش. يعني حقيقه هذه كانت يعني نقطه الخلاف في وجهات النظر، وممكن انه يعني ما نعمق الموضوع ولا نتوسع بهذا الشان، ونترك مساحه للقاده السياسيين في هذا الجانب انه يعني يجلسون على طاوله حوار ويتفهمون الموضوع، ونستخدم يعني كوثيقه تقريب وجهات النظر، وليس يعني تعميق الخلاف. لان حقيقه بالنسبه للسيد العبادي اكرر واقول رجل محط احترام لدى الجميع، وهو رجل يعني تمتع بشخصيه قويه جدا في علاقات الطيبه مع الجميع. فنتمنى ان نسخر الاعلام لتقريب وجهات النظر، وما نريد نوسع عمق الخلاف في هذه المرحله بالذات. نعم. يعني لما يتحدث بهذه الصيغة الإيجابية الأستاذ سعد الجبوري، هنا دكتور سلام يعني هنالك من أراد قلب هذه الحقائق اللي هسه تفضل بها الأستاذ سعدي، وما يكنه تقدم لشخص السيد العبادي، أكو هناك حقائق ثابتة ومعطيات في تلك المرحلة اللي كانت مفصلية من تاريخ العراق. يعني هل من المعقول أن نتغاضى عن كل ما تحقق في تلك المرحلة ونشلب لنا بنقطة أو نقطتين ونبدأ ننسج عليها ما يتم نسجه الآن؟ وهذا اللي نقوله بصراحة، أنه اليوم أنت تريد تتجاوز كل، يعني بصراحة كلام الأستاذ سعدي يعني كلام أنه منصف، على اعتبار أنه العبادي يشهد له الخصوم قبل الأصدقاء، بالتالي كان رجل مرحلة. كيف اليوم أنت الطالب بمحاكمة شخص حرر أراضي العراق وحقق منجز وكان له دور كبير في الوضع الاقتصادي، تخليص العراق من آثار الطائفية اللي تعرف هاي الطائفية كانت على أوجهه واستطاع أن يتغلب، وهذه أنت اليوم تعوف كل هذه المنجزات اللي يشهد له العالم ويشهد له الخصوم ويشهد له الشركاء مع العملية السياسية، وتذهب إلى جزئيات تريد تثيرها، وطبعا هي كلها بها محط افتراء وغير موجودة أصلا. هذه استخدام هذه المفردات والتلويح بها أنا أعتقد أمر غير مجدي. أنا أتمنى أنه يكون رأي الأستاذ هو رأي كتلة التقدم، وأن تعيد حساباتها. ما صدر من بيان أنا أعتقد بيان كان فيه كل افتراءات، وكل البيان حقيقة غير منطقي، وأنا أعتقد سميته السبح تحت عكس التيار. ما ممكن أنه أنا أجي أقنع الشارع، يعني حتى الموجودين في الأنبار بصراحة كانت هناك ردات فعل غير مسبوقة على تصريح الأخوة في تقدم، على اعتبار أن منجز العبادي لم يكن لشريحة معينة وكان لكل العراقيين، وشهد له أهل الأنبار قبل أن يشهد له أهل الجنوب. فبالتالي أنا أعتقد هذه مغالطات. نعم قد يكون ردة الفعل غير محسوبة، ولكن يجب أن يعيدون حساباتهم في بيانهم اللي صدر، ونتمنى أن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة إصلاحية. من أخطأ عليه أن يعيد حساباته، الجميع أخطأ. الدكتور العبادي يتحدث بواقعية سياسية ولم يرد الإطار واللي هو الشريك، لم يرد على تصريحات العبادي، لأنه يعلم أن العبادي يتحدث بأشياء حقيقية وموجودة، وخير دليل بيان الإطار كان واضح لرد بيان التقدم في تفصيل أكثر من ما تتفضل به. ولكن في تتمة لموضوع العفو العام أستاذ سعدي، يعني التقدم أو تعرف مشروع أو قانون العفو العام يشمل الكثير من الإرهابيين والمنتمين لداعش ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، بالتالي ليش يعتبر تقدم أن العفو العام معركة مصيرية لرئيس البرلمان وكتلته النيابية؟
لا أخي العزيز، بالنسبة لموضوع العفو العام، العفو العام يعني إذا نرجع السبب ليش إحنا لجأنا إلى خلينا نقول المطالبة بالعفو العام، النتيجة هي واضحة. يعني أنت من انزج حالات يعني عديدة وكثيرة، وإحنا يعني باستثناء إنه إحنا خلينا نقول حزب التقدم إنه اطلاع بالمحاكم وهذا الشيء مثبت، من انزج ناس أبرياء يعني في مرحلة يعني كانت صعبة جدا، هي بداية التحرير 16 17 و18، انزجت ناس يعني على المخبر السري او شغلات يعني ما اخذت التحقيق الصحيح اللي يمكن ان يكون بها الشخص الأدلة الكافية لإدانته. هسه ما حد معترض يعني من كل الكتل، ما حد معترض على هذه المسارات، ولكن يعني تعرف حضرتك بأنه العفو العام يشمل الكثير من الإرهابيين، فلما تقدم تشتغل على هذا الملف ليش هذه الزاوية بالذات؟ لا لا مستحيل 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 تقدم تعمل على شمول الإرهابيين، مستحيل. هذا اللي هي نقطة الخلاف اللي احنا يعني نركز عليها، مستحيل احنا نركز على شمول الإرهابيين، ولكن قانون العفو ممكن ان يتضمن فقرات فيما يخص قانون الارهاب. على سبيل المثال تكون هناك مثلا اعاده محاكمه لمن يطلب اعاده المحاكمه وتدقيق اسمه في الادله اللي صارت عند الاجهزه الامنيه والقضائيه، اكيد تختلف عن الادله اللي كانت موجوده بال 17 و 18. هنا اكو ناس انظلموا يعني في فتره معينه، اما لو المحاكمة مثل المسح الميداني هسه العوائل استقرت، ذوي ضحايا شهداء رجعوا كل من قاعد بمكانه واللي كان نازح رجع، واكيد كل واحد يعرف منطقته منو اللي ينتمي لداعش ومنو ما انتبه. اذا رجع المسح الميداني على سبيل المثال، يعني انا اضرب لك على سبيل المثال، اذا رجع المسح الميداني على كل شخص متهم بالارهاب واكد المسح الميداني انه هذا منتمي، تكون هناك فقره بالعفو ما ينشمل بيها ويطبق القانون بحقه. يعني احنا ممكن نعالج اخطاء مرحله، اما انت تيجي تتهم انه تقدم الطالب بالعفو عن الارهابيين واحنا الدماء ولدنا بعدها، يعني خبره هاي راح تسقط اعلام نعتبر حقيقه، يعني هذا شيء ما منطقي. العفو العام يتضمن بنود، اكو قرارات، اكو انظمه يتنظم بها العفو، يصدر العفو ولكن ضمن بنود قانونيه ممكن ان تحافظ على حقوق الابرياء فقط، اما اللي تورطوا بداعش وتورطوا بدمائنا ودماء ولدنا ما ممكن ان احنا نقبل. يعني اذا كان بهذا الطرح هذا اللي احنا بنقوله، احنا اصلا معترضين، احنا متفقين على هذا. اذا وين نقط الخلاف؟ احنا نقول قانون العفو العام يجب ان يكون منصف، ينصف شريحه المظلومين الابرياء المغرر بهم. اما ان تضيف أربع أسطر تعديلات على القانون بالورقة السياسية، أتمنى من السيد سعدي أن يقرأ الورقة السياسية، بها كلام فضفاض أنه تعويض ضحايا الإرهاب، من هم ضحايا الإرهاب؟ لازم أصنفهم، لازم أتركها للجهات القضائية والجهات المعنية. يعني حتى إعادة المحاولة، يشير أستاذ سعدي إلى إعادة المحاكمة، أتركها للأجهزة القضائية. أدلة استجدت. طيب هسه إذا كانوا مشتكين فد 50 عائلة مغدور أو شهيد لشخص إرهابي معين، يجوز هسه زادوا يعني إعادة المحاكمة، أي قضايا حتى أبو 17 سنة يجوز ينحكم مؤبدا وإعدام، أي قضايا بها أمور جنائية يجب أن لا تكون ضمن ورقة سياسية واتفاق سياسي، يجب أن تكون أجهزة قضائية، أجهزة معنية بهذا الأمر، هي من تصنف، هي من لديها قاعدة بيانات. أما طيب، أنت توقع وياي ورقة سياسية وتضغط علي يوميا أنه أنت ما طبقت الورقة السياسية، هنا إحنا عندنا مصدر اعتراض على هذه القضية، مثل ما اعترضنا على الأخوة في المكون الكردي على استحقاقات غير دستورية، ايضا نعترض على استحقاقات غير دستوريه وغير قانونيه. اما نحن مع الابرياء، مع انصاف المتضررين، مع انصاف كل الشرائح من ضمنها المكون السني. ما يفوتني في دقيقه لان وعدتك ارجع على قضيه الاطار، استنصار الاطار التنسيقي لاحد قياداته الدكتور العبادي يمثل خروج الازمه من منطقتها المحصوره بين النصر وتقدم إلى سجال شيعي سني، هكذا تقرأ المسألة؟ يعني بصراحة أكثر من مرة سؤلنا بهذا. أولا الإطار هو ليس تحالفا انتخابيا أو سياسيا، هو هيئة لتنسيق المواقف، يختلف بجزئيات ويتفق على جزئيات أكبر بها مصالح عليا للبلد. عندما تكون هناك ضرر بالمصلحة العليا للبلد كان موقفا إيجابيا للإطار،
أعطى بيانا أنصف به الدكتور حيدر العبادي ولم يجامله، على اعتبار أنه العبادي هو جزء من الإطار وجزء من عمليات التحرير، وكل اللي موجودين كقادة إطارهم كانوا قريبين على الدكتور العبادي، فأنصفوا أعتقد أنصافا للدكتور العبادي، لأن البيان كان به تحريف وتدليس وافتراءات كبيرة على الدكتور، لذلك كان البيان قاسي، لأن أنا باعتقادي والإطار أيضا أنه الكتلة التقدم باندفاع وبدون حساب أصدرت بيان غير واقعي يضر بالعملية السياسية ويعيدنا مرة أخرى للصراع السني الشيعي، وإحنا تخلصنا من هذا الأمر ويابد أن تكون هناك مراجعات وأن لا نعود مرة أخرى إلى تأجيج الصراع بين الشيعة والسنة، كلنا عراقيين وكلنا نمثل البلد، نتمنى أن تصل رسالتنا لكل القوى السياسية أنه العراق أولا ومصالح العراق أولا، وأن نبتعد عن المصالح الضيقة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر، أثرت الحوار في هذا الملف ضيفا كريما في الاستوديو، ولهذه الطروحات التي يعني كان الدكتور سلام الزبيدي إشادة بما تفضلت به. الأستاذ سعد الجبوري القيادي في كتلة التقدم حدثنا عبر سكاب من نينوى، شكرا جزيلا لانضمامك معنا، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.